إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية. إن رجل عنده تركة مات وترك ذكرا وسبع بنات، لكن هذا الذكر استولى على التركة كلها ولم يعطي البنات شيئا، ثم بعد ذلك مات ذلك الذكر وتسلم تركته أبناؤه من بعده. سؤال: واش هذوك الأبناء حلال لهم هذاك الشيء ولا لا؟ الجواب نعم، هو حلال لهم، لأن هذاك الأمر انتقل إليهم بصفة الميراث، وصفة الميراث هي صفة حلال، ولكن الأب ديالهم هذا الأمر الذي فعله مع أخواته هو من أكبر الظلم، يعني من أكبر الظلم، يعني أكبر الظلم أن يعطي الله عز وجل حقا وتمنعه أنت. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهؤلاء البنات السبع قد أعطاهن الله عز وجل حقهن، ولكن هو حرمهن هذا الحق. لكن أوجه النداء لأبنائه: وإن كنتم قد أخذتم هذا الأمر ميراثا من أبيكم فعليكم أن تبروا عماتكم وأن تعطوهن الحق الذي منعه أبوكم. يعني الأب ديالكم منع أن يعطي الحق، ولكن إذا لم يكن هو بالمستوى المطلوب من الإيمان فكونوا أنتم كذلك، كونوا أنتم من فيكم الإيمان وخففوا عن أبيكم هذه المظلمة. رهيلا يعني رديتوا له الحق وطلبتوا المسامحة من العمات ديالكم فقد يخفف على أبيكم، وإلا فإن هذا الأمر يعني قد يعني أثقل كاهله، يعني وأثقل يعني وزره، يعني عليه وزر عظيم جدا، لأنه منع البنات من حقهن الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لها. إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية. لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.